انا كمقاول ناشئ شفت البيبليك في التلفازه في مواقع التواصل تاع برنامج فرصه، من تما عجبني البرنامج واللي تسجلت فيه. ملي سجلت في البرنامج طالبونا بصيغه قانونيه، طالبونا بكراء المحلات، طالبونا بزاف تاع الوثائق، تفتح حساب في البنكه. عجبنا الحال اننا غادي نوليو حنايا مولين من طرف الدوله، وانا غتهيئك كمقاول ناشئ ودفعك واحد الدفعه قدام. كي قال السيد عزيز اخنوش، وحنا لقينا دوزنا معهم مراحل، سنينا معهم كل شيء، وحنا كنتفاجئوا اننا ما كيقال لك فرصه سالات، البرنامج تاع فرصه راه صافي تسالى. كنت داير برنامج تاع في البرنامج ديالي كنت داير نجاره عصريه، داك الشيء تاع لافورماتيك، تاع النقش على الخشب، تاع لي ماشين كبار، ماشي هاد النجاره العاديه. كان مهبلني داك المشروع تاع النجاره، اصلا الدومين ديالي انا عندي ديبلوم فيه، وبغيت انني نتمرس في هاد الدومين هذا. فبدا بيا واحد النهار كنتفاجئ انني كنصيف راسي كريديات، ديون كريدي ديال المحل، وخا السيد اللي كان كاري لي لاتولي عارفين تاع النجاره خصو لاتولي كبير وميطراش كبير، كنت كاريه ب 5000 درهم. وبما ان السيد الصديق ديالي يحسب لي 1500 درهم كثمن رمزي على حسب الصداقه اللي بيناتنا، واخا غير 1000 درهم راه بزاف، عام ونص هذا شحال قدرني نخلص؟ هاد السيد شحال قدو يصبر معايا ويحشم معايا؟ مشيت البارح هذه واحد يومين ولا ثلاث ايام لابوست على ديك بطاقه المقاول الذاتي، كنتفاجئ انني دزت 3000 درهم. قلت له السيد تاع الخلاص هادشي لا يعقل انك مقاول بادي من الصفر باغي تنشئ راسك، شويه كتسيب راسك من تحت الصفر غادي غارق في الديون ومتبوع بالحبس، راه لا يمكن هادشي لا يعقل. فلهذا حنايا كناشدوا هاد الاداره المعنيه اللي هي وزاره السياحه، وكناشدوا الوزيره انهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم لا من طرف الحاضنات، اذا كان خطا يتحملوا به، واذا كان خطا ديالنا احنا ما عندنا حتى شي خطا، احنا برنامج طموح، احنا شباب طموحين بغينا ناسسوا المقاولات ديالنا والشركات ديالنا. اذا الخطا ديالهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم، حنا لا يعنينا هادشي، حنا متشبتين بالتمويل وما طالقينش منهم، وحنا الحمد لله عندنا شباب مقاولين كيديروا وقفات نضاليه، راه دايرين افواج كل مره كيجي فوج. حنا كمجلس وطني ديال التنسيقيه كنأطروهم، وراه ما مفكينش معاكم ومستمرين في الوقفات. اليوم جيت كذلك هنا قدام وزاره السياحه باش نطالب بالمطلب الوحيد الاحد ديالنا هو نحصلوا على التمويل. حنا ضحايا متضررين برنامج فرصه، هذا المده هذه كنا غايبين على الساحه وعلى الميدان على الوقفات بحكم ان كنا حاطين التظلمات ديالنا والملفات ديالنا عند وسيط المملكه، وبالفعل الحمد لله بعد هذه المده وسيط المملكه قرر، لان وسيط المملكه تتكون من اطر قضاة وعندهم الحنكه وخبره في مجال التحقيق، وبعد ما درسوا الملفات ديالنا حيده فردا فردا بالفعل عطى توصيات ديالو، خرج في الاعلام بان وزاره السياحه وشركه الاسميت انها خاصها تمول هاد العناصر اللي هما حنا ضحايا برنامج فرصه. لذا تنتمنى من وزيره السياحه ومن شركه الاسميت ومن رئيس الحكومه السي عزيز اخنوش ان ديك الدفعه اللي قلتي لينا السي عزيز اخنوش، وهذا البروجي حكومي، هذا البروجي ديال برنامج فرصي، برنامج فرصه برنامج حكومي، وعطيتي التعليمات ديالك بانه يكون ناجح. لهذا الله يجازيك بخير السي عزيز اخنوش رئيس الحكومه، ديك الدفعه نبداو صغار ونكبروا بشويه بشويه خاصها تحقق، وهاد الناس اللي حاضرين الان وجاو من جميع ربع المملكه المغربيه الشريفه تيطلبوا فقط بالمطلب الوحيد ديالهم الاحد لا اقل ولا اكثر، هو اننا نحصلوا على التمويل. حنا لسنا بسياسيين، حنا ما تنفقوا لا في السياسه لا في حتى حاجه، حنا تنجيو هنا تناضلوا لاجل نحصلوا على التمويل ديالنا. ودابا تنقولوا لكم وزيره السياحه وشركه الاسميت باننا غيكونوا عده وقفات مستقبليه على المدى القصير ليس بالمدى البعيد، يعني في كل ايام قصيره غادي تشوفونا هنا تنطالبوا بحقنا، لاننا حنا اصحاب حق، اصحاب حق، وخاصنا نحصلوا على التمويل ديالنا، لانكم انتم لزمتونا بصياغه قانونيه، ولا يخفى على الجميع بان الصياغه القانونيه شركه تعاونيه سجل تجاري او مقاول ذاتي، وكذلك لزمتونا باش لزمتونا اننا نكريو محالات، وكذلك نحسن العوان الناس راه تأزموا نفسانيا وماليا وقهريا وحسوا بالشمته، وهذيك السياسه ديال فن اللامبالاه اللي مارستوها معنا حنا درسناها بشويه بشويه، مشينا معاكم خطوه بخطوه. حنايا هذا البرنامج قلنا برنامج حكومي تقنا فيه دفعنا درنا لزموا علينا الصياغه القانونيه، الناس كرات ودوزنا نجحنا بجميع المراحل، جينا لجنه التمويل وما مولوناش، كونطرات قال لك تبروكاو، قال لك حق الفلوس ما بقاش.
بقاتش، يعني الفلوس ما بقاتش من الاول تاخذوا العدد اللي بغيتوا. حنا ما نتحملوش اخطاء ديال الحاضنات وديال الوزاره. ودابا حنايا عام وزياده الناس كاريه، يعني دات على كريديات، جمعت على كريدي، جمعوا الضرائب الناس ديالاش الضرائب؟ الضرائب كاين دا المقاول ذاتي كيخلص الضريبه وكاين وكاين الكرا وكل شيء. ومعنا السيد، معنا السيد ان بقوه الضغوطات مسكين مرض تشلل، ومنين مشى غيتعالج يعني عنده مقاول ذاتي، يعني ما عندوش الحق يستافد من امو، يعني خاصو يخلص وما عندوش باش يخلص. يعني هذه ازمه من ضمن شي سبات في فرصه. ودابا جالسين مقاولين على الورق، يعني الناس راهم داير صياغه قانونيه، راهم مقاول ذاتي الشركه هذه وما خدامينش، يعني كنتسناو التمويل. دابا عام وزياده وحنا كنتسناو التمويل، يعني حنا كنطالبوا يعطونا التمويل ويعطونا يعوضونا هذا العام. حنا كنطلعوا نمشي واجي، والضرر النفسي اللي حصل لينا بعد ما اننا فرحنا اننا تقنا في هذا البرنامج، ان السيد عزيز اخ النوج قال كدفيعه زعما اللي بادي المشروع ديالو غيطوعوا، اللي باقي يلاه غيبدا المقاوله ديالو. تصدقنا حنا في ازمه، فعلا في ازمه، تراكم الديون، تراكم الضرائب، يعني حتى نفسيا انك ما تمولتيش حتى فرحتي وغتمول ما تمولتيش، هي في حد ذاته راه ازمه نفسيه تصابوا بها هاد المقاولين. ومن هذا المنبر حنايا دقينا جميع، درنا وقفات على الصعيد الجهوي، درنا وقفات هنايا كتنجو الرباط، درنا مراسلات، درنا تضرم عند وسط المملكه، وسط المملكه درس ميل فات 600 ملف للدرس، ان قالك عند الحق انها تمول. وكنمشيو دابا عند وسط المملكه تيقول لك كنتسناو الرد ديال الوزاره انها ترد عليه ملي غيجيبوا الفلوس. وكنتمنى انهم يديروا لنا ميزانيه في 2025 باش يمولوا هاد الشباب.